السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع تاني وحدات الترم الأول بعنوان نوفي باسا، والدرس الأول من دروس هذه الوحدة بعنوان لو دوكيومو أو الوثيقة. والوثيقة اللي معانا النهاردة بتقول لي كونسي دي دكتور يوروبا، يعني نصائح دكتور الأوروبي، وعنوان جانبي تحت بيقول لي بريلور، يعني هنتكلم النهاردة عن الحروق. أول حاجة بيقول لنا لا جرافيتي يعني الخطورة، وبيدينا قاعدة عامة كده في الخطورة، بيقول لنا plus la brûlure est étendue plus la brûlure est grave، يعني كلما كان الحرق متسع كلما كان خطير. قاعدة تانية بتقول plus la brûlure est profonde plus la brûlure est grave، يعني كلما كان الحرق عميق كلما كان أيضا خطير. يبقى إذن القاعدة العامة للجرح الخطير أنه يكون متسع ويكون عميق. بنتكلم بعد كده عن les causes principales de brûlure، الأسباب الرئيسية للحروق، وبنقول فيها l'eau bouillante الماء المغلي. تاني سبب l'huile à friture chaude يعني زيت القلي المغلي أو الحار. le feu النار المباشرة. le fer à repasser chaud يعني المكوة السخنة. الكحول أبرولي يعني الكحول المشتعل. بعد كده بنقول لو دو جوفال بيور يعني ماء النار النقي. بنتكلم بعد كده عن لي بريلور الحروق بقى نفسها. أول حاجة بيقول لنا بريلور دي بريمير ديجري يعني الحروق من الدرجة الأولى. يا ترى بيكون شكلها ايه؟ بيقول لنا ان هي نيبا جراف بتكونش خطيره، مي الي دولوروز ولكن بتكون مؤلمه. لا بو بوتاتر روج البشره ممكن تكون لونها احمر. يبقى اذا حروق الدرجه الاولى ما بتكونش خطيره، بتكون مؤلمه، لون البشره بيكون ممكن يكون احمر. بيدينا بعض النصائح، بيقول لنا سوكي الفوفير، والناحيه الثانيه بيقول لنا سوكي النوفوبافير، ايه اللي ممكن نعمله وايه اللي لا يجب ان نفعله. يبقى اللي يجب ان نفعله سكيل فوفير، بيقول لنا فيها vous pouvez calmer très vite la douleur en plongeant ou en arrosant la partie brûlée avec de l'eau froide. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن نهدي بسرعه جدا الالم عن طريق غمر او رش الجزء المحروق بالماء البارد، يعني بنرش عليه ميه ساقعه جدا ميه متلجه أو بنغمره في الماء البارد، ده بالنسبة للجزء المحروق عشان نهدي الألم اللي بيكون بيلسع فيه الأول في بداية الحرق. الناحية التانية بقى بيقول لنا سوكل نوفوبافير اللي لا يجب أن نفعله، المحظورات في هذه الحالة أو في درجة أو في الحريق من الدرجة الأولى يجب ما نعملش إيه؟ النوفوباماتر دي سو ديزانفيكتون. يعني إيه الكلام ده؟ لا يجب أن نضع عليه أي مراهم او اي ادويه على الحرق من الدرجه الاولى، في بدايه ما الحرق ما نحطش عليه اي مرهم او اي ادويه. بنتابع الحروق لبريلور، وبيقول لنا بريلور دي دوزيام ديجري يعني حروق من الدرجه الثانيه. يا ترى بيكون شكلها عامل ازاي؟ بيقول لنا النيا كينكلوك رومبلي ذا ليكويد كلير، يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك مفيش غير، ما بيكونش فيه في الحاله الدرجه دي الدرجه الثانيه غير فقاعه مليانه بسائل شفاف. يبقى اذا بعد ما بيكون العمليه مؤلمه في الاول والبشره بتكون حمراء، لا في الحاله دي بيكونش بقى بتبدا تظهر بعض الفقاعات او فقاعه من مكان الحرق وفي جواها سائل شفاف. بيقول لنا في الحاله دي بيكون لا بريلور ني با بروفوند، ما بتكونش عميقه. peut-être étendue ممكن تكون في هذه الحالة متسعة أو ممتدة، الحريق بيكون كبير شكله كبير قدامنا لكن ما هوش عميق. طيب النصايح بقى نعمل إيه وما نعملش إيه في البداية؟ بيقول لنا النصايح سوكي الفوفير، إيه اللي يجب إن إحنا نعمله؟ بيقول لنا لافيفو ليما، نغسل الإيد كويس اللي هي مكان الحرق. ريكوفري لا بولور دام بانسومون غرا أوردينير، يعني بنغطي المكان الحرق بضماضة أو بشاش كده يكون سميك من العادي.
سون ميديكامون بدون اي ادويه عليه اي ديون كومبريس سيش وعن طريق رباط طبي ب متي اون بيتيت بوند سيري بور فير تونير لو بانسومون، يعني شريط لاصق كده بعد ما نحط الرباط الطبي بنحط شريط لاصق بحيث يلزق الرباط دوت وبحيث ان هو يمسك الضماده اللي احنا حطيناها في الاول ما تقعش، بنحط ضماده في البدايه بنربطها برباط طبي وبنحط عليها ام بيتيت باند سري يعني شريط لاصق كده صغير عشان خاطر ان الضماده نفسها الشاشه اللي حطيناها في الاول ما تقعش. ايه المحظورات بقى؟ ايه اللي احنا يجب ما نعملوش؟ سوك النفوبا فير النفوبا كروفي لاكلوك، يعني لا يجب ان احنا نفقع او نفتح الكلوك دوت او ان احنا نفتحها اللي هي الفقاعة اللي هي مليانة السائل الشفاف دي، ما يجيش ان احنا نقرب منها خالص. النفوبا ريكوفرير لا بريلور افيك ديبور، لا يجب ان نغطي الحرق باي نوع من انواع المراهم. دي المحظورات بتاعة الحريق من الدرجة الثانية. يبقى قلنا ان هو بيبقى عبارة عن فقاعة مليانة بسائل شفاف ما بيكونش عميق لكن ممكن يكون ممتد، يجب ان احنا نحط ضمادة عليه. الحاجات اللي احنا يجب ان احنا نعملها نحط ضمادة عليه ونحط رباط طبي وشريط لاصق عشان الضمادة ما تقعش، ويجب ان احنا ما نقربش من الفقاعة دي ما نحاولش نفتحها وما نحاولش ان احنا نغطي الحرق في هذه الحالة بأي نوع من انواع المرهم. بنتابع مع بعض لبرولور الحروق، والمرة دي بنقول لنا برولور دي تروازيام ديجري حروق من الدرجة الثالثة. بيقول لنا بقى إلى إن كولور مارون نوا إلي بروفوند، يعني بيكون فيها لون بتحول للون البني أو الأسود وبتكون في هذه الحالة جرح أو الحرق بيكون عميق. سوك الفوفير لو وصل بقى للدرجة ديت يا ترى نعمل ايه؟ بيقول لنا أبلي أميدياتمون لي سكور، نطلب النجدة فورا، أو ألي فيت ألوبيتال نروح بسرعة لأقرب مستشفى، بنطلب النجدة الإسعاف يعني بسرعة أو بنروح بنفسنا لأقرب مستشفى بس بسرعة جدا. المحاذير في هذه الحالة سوك النفوبافير اللي لا يجب أن نفعله، نوتو شيبا à la brûlure ما نلمس الحرق بأي وسيلة من الوسائل، نودو ني با ابوار وما نحاولش ان احنا نخلي في عنده حالة الحرق دي انه يشرب مية، يبقى ممنوع انه يشرب مية وممنوع ان احنا نلمس الحرق. اللي احنا يجب ان احنا نعمله بسرعة نطلب النجدة او نتوجه بسرعة لأقرب مستشفى. ده بالنسبة لحريق الدرجة الثالثة اللي بنقول فيه ان لونه بيكون بني او اسود وبيكون عميق، فده من اصعب الدرجات. الكلمات المستخلصة من الدوكيومو بتاعتنا أو النص بتاعنا أو الوثيقة بتاعتنا، أول كلمة معانا أنا أنصون دي حريق، أمال ألم، أن غوميد علاج، أن فيرارو باسي مكوا، أن فو نار، أن سكور نجدة، أن ديجري درجة، un désinfectant مطهر، un cachet قرص قرص دواء، un pur مرهم وبتيجي معنا زبد في بعض الأحيان، un conseil نصيحة، un liquide سائل، un pansement معنا ضمادة أو شاش، une brûlure حريق أو حرق، une maladie مرض، une gravité خطورة، إن كومبريس رباط طبي، إن كلوك فقاعة، إن كوز سبب، لابو بشرة، لو الماء، إن بليسير جرح، إن باند رباط أو شريط اللي هو شريط اللزق اللي بيبقى في حالة الجروح أو الحروق بنحطه على الجرح عشان يلزق، إن دولور ألم، إن انتردكسيون منع أو تحذير، وأخيرا ميديكامون معنى علاج. مع أول سؤال من أسئلتنا على الوثيقة بتاعتنا النهاردة بيقول لنا شوازي لو بون جروب، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لنا سو دوكيومون بارل، الوثيقة دي بتتكلم عن إيه أساسا؟ دي بونسومون عن الرباط الطبي أو الشاش، ولا عن دي بلولور، ولا عن الحروق، ولا عن دي كلوك عن الفقاعات؟ أكيد طبعا بتتكلم أساسا عن الحروق.
Ce document donne, الوثيقة دي بتدينا إيه؟ دي كونسي سولمون نصايح بس، ولا دي زانتردكسيون سولمون ولا تحذيرات بس، ولا دي كونسي إيه؟ دي زانتردكسيون ولا نصائح وتحذيرات. طبعا بتدينا نصائح وتحذيرات لو قالنا بنعمل إيه وما نعملش إيه؟ إيه اللي يجب إحنا نعمله وإيه اللي إحنا لا يجب أن نعمله؟ سوكيل فو فير، إيه سوكيل نو فو با فير. شوازي لو بون جروب، بنتابع برضو. لو فرواد، الماء البارد بيعمل إيه؟ كوزيم بلور، بيسبب حرق، ولا كالم لا دولور، ولا بيخفف الألم، ولا إيه دولوروز، ولا مؤلم. طبعا أكيد كالم لا دولور. لا بريلور دو بريمير ديجري إيه؟ الحريق من الدرجة الأولى بيكون إيه؟ جراف، خطير، ولا دولوروز، ولا مؤلم، ولا بروفوند، عميق. طبعا من الدرجة الأولى بيقول إن هو أكيد بيكون مؤلم فقط، لكن لا هو خطير ولا هو عميق. النقطة اللي بعد كده، لا بريلور دي تروازيام ديجري، الحريق من الدرجة الثالثة A، بيكون إيه؟ بروفوند، عميق، ولا روج، أحمر، ولا باجراف، ولا مش خطير. طبعا مش خطير، لا طبعا هو خطير وما بيبقاش لونه أحمر، لأن الأحمر ده بيكون أحد الدرجات الأولى، لكن بروفوند بيكون أكيد جرح عميق، ده جرح من أو حريق من الدرجة الثالثة بيكون بروفوند عميق. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا مي فري اوفو، ده علامة صح أو خطأ. لو دو جافيل اتشين دي كوز دي دو بريلور، ميت النار بتكون احد اسباب الحروق، اكيد طبعا جمله صحيحه. الجمله الثانيه، دون سو دوكيومون، في الوثيقه ديت اليا تروا ديجري دي بريلور، في ثلاث انواع من الحروق، اكيد جمله صحيحه. بلوس لا بريلور اي بروفوند بلوس لا بريلور اي جراف، كلما كان الجرح عميق كلما كان الجرح خطير، طبعا اكيد جمله صحيحه، ودي قاعده عامه اللي خدناها في الاول خالص عن الحروق. الجمله اللي بعد كده بنقول اون دوا كروفي لا كلوك بور كالمي لا بلور، لازم نفتح الفقاعات اللي فيها سائل شفاف علشان نهدي الحرق. طبعا اكيد جمله خاطئه، لانه لنا لا يجب ان احنا في حال من الاحوال نفتح هذه الفقاعات. الجمله اللي بعد كده، لا بلور دي دوزيام ديجري ني با بروفوند، ما بتكونش عميقه، اكيد طبعا جمله صحيحه، لان الجرح العميق بيكون فقط في الدرجه الثالثه، لان في حاله الدرجه الثانيه ممكن يكون اتوندي، بمعنى ممتد او واسع قليلا. الجمله اللي بعد كده، لو فيرارو باسي فوروا كوز يوم بلور، اكيد جمله خاطئه ليه، لانه بيقول هنا المكواه البارده بتسبب الحرق، طبعا ما بتسببش حرق، لكن لو المكواه هي سخنه دي الحاله اللي بتسبب فيها الحرق، لكن بارده هتسبب حرق ازاي. الجمله الاخيره معانا بتقول لنا اون اون بريور دي بريمير ديجري هوم فيتال اوبيتال، يعني عندنا حريق من الدرجه الاولى نجري بسرعه نروح المستشفى، طبعا اكيد جمله خاطئه، لان دوت جرح من الدرجه الاولى ممكن نحط بس عليه ميه ساقعه عشان يهدى ويخفف الالم بتاعه، لكن ما بيسعدش ابدا احنا نروح المستشفى. السؤال الثالث بيقول لنا ريبون او كيستيون سويفونت، اجب عن الاسئله التاليه. اول سؤال بيقول لنا سيت كاتر كوز برينسيبال دي بلور، يعني اذكر اربع اسباب رئيسيه للحروق ممكن نقول في هذه الحاله. لو بويونت، الماء المغلي، لو فو، النار المباشره، الكولا برولي، الكحول المشتعل، لو فيرارو باسيشو، والمكوى السخنة. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا بوركوا اسكون الروز لا بارتي برولي افيك دو لو فرواد، ليه يا ترى بنرش ميه ساقعه بنحط ميه بارده على الجزء المحروق؟ طبعا اكيد بور كالمي لا دولور، عشان نهدي الجرح او الحرق. السؤال الثالث بيقول لنا كيسكون في بور فير تونير لو بانسومون، يعني بنعمل ايه عشان نقدر نمسك الضمادة الشاشة اللي احنا حطيناها؟ امي من بيتيت باند سري، ونحط طبعا شريط اللاصق اللي احنا قلنا عليه. من خلال درسنا النهارده في بعض التعبيرات المهمة اللي احنا ممكن نستفيد بيها، بيقول لنا ديزيك سيبريسيو امبورتونت، تعبيرات هامة. أول تعبير معانا بيقول لنا بلوس بلوس انفراز بلوس بلوس انفراز، يعني بلوس وراها جملة وبلوس وراها جملة، بمعنى كلما، زي ما نقول مثلا plus la brûlure est étendue plus elle est grave، كلما كان الجرح عميق، عفوا كلما كان الجرح الحرق متسع كلما كان خطير. يبقى اذا التعبير ب plus وبعدين جملة و plus وبعدين جملة تانية بمعنى كلما. التعبير التاني معانا بيقول لنا alors، alors يعني في الموعد بالظبط.
زي ما قلنا بالظبط كده في المثال، لو ترين اريف الور يعني القطار وصل في ميعاده. ريجولار مو بمعنى بانتظام، على سبيل المثال لما نقول جو برون لو ميديكامون ريجولارمون، يعني انا باخد الدواء بتاعي بانتظام. انترديدو ممنوع، ان زي ما نقول سي انترديدو فيمي دون لي مويان دو ترانسبور، يعني ممنوع التدخين في المواصلات، وسائل المواصلات. تعبير بعد كده فير اتونسيون، ينتبه. فيز اتونسيون اون ترافيرسون لا ري، يعني انتبه عند عبور الطريق. التعبير اللي بعد كده جور بار جور، يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. زي ما نقول على سبيل المثال اون دوا فينير لي دوفوار جور بار جور، يعني لازم ننهي واجباتنا يوم بعد يوم، ما نسيبش الواجبات لاخر الاسبوع مثلا، لكن يوم بيوم بيبقى افضل. يبقى جور بار جور معناها يوم بيوم او يوم بعد يوم. التعبير اللي بعد كده اتا بلس، في مكانك، لو انا في مكانك كنت عملت كذا، ده معنى التعبير بتاعنا. على سبيل المثال اتا بلاس، لو انا في مكانك جو بيز كلوب افيكو، لو انا مكانك كنت رحت النادي معاه. التعبير اللي بعد كده الا بورتي دو، في متناول، زي ما نقول نو لسي با لو ميديكامون الا بورتي دي زونفون، يعني لا تدع الدواء او لا تترك الدواء في متناول الاطفال. التعبير اللي بعد كده سيسي دو بمعنى يمتنع عن، زي ما نقول سيس دو فير دي بيروي دون لا كلاس، يعني بطل او امتنع عن عمل ضوضاء في الفصل. تعبير بعد كده سون، كلمة سون وبيجي وراها الانفينيتيف، يا اما المصدر يا اما انو او اسم. زي ما نقول مثلا il va au lycée sans prendre son sac، هو ذهب الى المدرسة دون ان يأخذ حقيبته. يبقى دون هنا سون جي وراها الفعل في المصدر اللي هي prendre son sac، اللي هي verb prendre. أو مثال آخر لما نقول il va au lycée sans sac، بدون حقيبته، يبقى بدون يأخذ حقيبته أو بدون حقيبته. يبقى هنا صن في المثال الثاني جه وراها اسم اللي هو سون ساك، حقيبته. إي على فا، ميرسي بوكو بور فوت أتونسيون، أفيك نفهم، إي أ بيانتو.